بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تاريخ هذا التقرير الخميس 5 مايو 2011. أفرجت السلطات البحرينية اليوم عن عددا من المعتقلين والمعتقلات القابعين داخل السجون، وهم نوال الطواش، أمل طرادة، جميل عبد الله أحمد، ضياء خميس، منى الإسكافي، خديجة حبيب، الدكتورة نيرة سرحان، غصون السيد خلف، ضياء أبو إدريس، دكتورة نهاد الشيراوي، دكتورة نضال خليفة، دكتور أحمد جمة، دكتورة ندى ضيف، دكتورة زهراء السماك، دكتورة خلود الدرازي، سناء زين الدين، أفراح العصفور، نوف الماجد، وخديجة الماجد. وعلى ذلك الصدى أصدر ائتلاف شباب 14 فبراير بيانا تحت عنوان بيان المسؤولية، حيث قرروا تأجيل أسبوع الجهاد المقدس، وذلك بعد الإفراج عن عدد من المعتقلين. وقرر الشباب إعطاء السلطات فرصة جديدة كي يراجعوا قرارات الإعدام وإيقاف الملفات الغير إنسانية. وأكد الشباب وقوفهم جميعا صفا واحدا مع الجمعيات المعارضة لتوحيد الصف وحث على الجهاد السلمي. وفي النهاية دعا الشباب لاعتصامات ومسيرات سلمية رافعين المصاحف تأكيدا على استمرار الثورة حتى النصر. وقد واصلت محكمة السلامة الوطنية أحكامها الجائرة بحكمها على عبد الله محمد حبيب بالسجن 5 سنوات بتهمة الترويع والشروع بالقتل، وعلى أحمد خليفة بالسجن 3 سنوات. ووسط قلق الحقوقيين يواجه النائبان السابقان لكتلة الوفاق مطر مطر وجواد فيروز مصيرا مجهولا بعد اعتقالهم في 4 من هذا الشهر، حيث تواردت أنباء غير مؤكدة عن نقل النائب جواد فيروز للمستشفى العسكري. وفي مساء الأمس في ظاهرة غير مبررة قامت السلطات البحرينية بمنع المحامي جوشوا كونغلاو من الدخول للبحرين، وردا على جميع الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة في حق هذا الشعب الأبي، خرجت مساء هذا اليوم مسيرات الشموع في عدة قرى، حيث وجهت بالقمع في كرزكان وانتهت بسلام في العكر والدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.